thousands of years. Now that the switch has been made to non-conventional renewable energy, the wind energy market is experiencing even more uplift. Worldwide, wind power is being harnessed to produce electric power. Ever larger and better performing wind turbines are being used to meet the increasing demand. هذا الفيديو عن الوين تيرباينز رح يكون سبيسيفيكلي على موضوع البيتش كنترول. بيتش كنترول هاي شركه متخصصه بالتحكم في البيتش كنترول تبع التيرباين، تحكم بالزاويه تبعت الثري بليدز. زي ما بتذكروا حكينا البيتش انجل كنترول مهم عشان اقدر اخفف امنع الزياده في سرعه التيرباين لما يوصل سرعه الرياح سرعه حرجه. إذا بتطلع رح تطلع هون عنا دائما في عنا 3 بليدز. عنا هي الهب، كل بليد من هذول البليدز في له هون كنترولر. الكنترولرز هذول الثلاثة لينكد، فبيتحكموا مع بعض بغيروا هاي الزاوية مع بعض. Onshore and offshore implications are highly sought after to ensure efficient output. وحتى إذا بتطلع هون في تدريج عليها. إذا مبين عندكم في تدريج ما بين الجزء الثابت والجزء المتحرك تبع البليد حتى يبين لي شو هي الزاوية. نبدا بالبيتش انجل. زيرو ديجري بتبدا. بعدين بتزيد تدريجيا عند الحاجة. A dependable and high performance pitch control system is a critical factor. هي لاحظوا في هون في عندي مسنن او بينيون وهذا زي راك بس دائري. فطبعا حركة هذا من هون لما يبدا يتحرك راح يحرك هذا راح يبدا يلف البيتش عليه. هذا المحرك اللي هو السيرفو موتور اللي بيتحكم فيه. To enhance the availability and reduce. هذا السيرفو موتور. اي سي سيرفو موتور. الموتور اللي بيتحكم فيه اللي بحرك هذا البينيون. Downtime of wind turbines. Moog is a leading supplier of pitch solutions, which have been specifically designed to suit customers' needs and resist extreme weather conditions. هذه الكنترولر تبعت الاي سي سيرفو موتور اللي بتتحكم في الاي سي سيرفو موتور. The company has developed high performance systems which offer the maximum dependability and limited maintenance requirements. طبعا لازم يكون عندنا سنسرز حتى نقدر نعمل سنسينج وين البوزيشن اصلا هو وين موجود. اذا بدنا نلخص هذا السيستم هو كلوز لوب فيدباك سيستم. احنا عندنا السيرفو موتور. السيرفو موتور بتحكم في البينيون اللي هي كانت زي قطعه دائريه مسننه هي اللي بتتحكم. وهون في عندي سنسر بعطيني البوزيشن. Controller.
البيتش انجل اللي احنا بدنا اياه. هون بنحط البيتش انجل اللي احنا بريكوير. هون راح يعمل سنسنج للانجل اللي هي فعلا البليد موجود فيها. عندي هون كلوز لوب سيستم. ايش امتى راح نقرر نغير البيتش انجل؟ لما احس انه سرعه الوينتر باين بدات تزيد عن الريتد سبيد. ففي عندنا كنترول سيستم راح يتحكم بالبيتش انجل حسب السرعه تبعت البليد. طبعا عندنا هون سنسينج ايش لازم نقيس بنفس الوقت؟ ايش هذول الاثنين بيقيسوا؟ لا ممكن في تمبرشر، بس هذول الاثنين بيهمونا بالرياح، سرعة الرياح واتجاهها. في عندي سنسورز عشان السيف اللي بيعطي ضوء، عشان اذا في طيارات ولا شيء. هذا طبعا هذا كله اسمه النسل. هاي الحجره كلها، القطعه كلها اللي موجوده هون اسمها. في داخلها طبعا راح يكون الشافت اللي جاي من هون على الجير بوكس، من الجير بوكس على الجنريتر، واحيانا بعد الجنريتر في عندي الترانسفورمر، بعدين تنزل السباك من هون الى للقاعده، بتروح للقاعده. هاي هون واضحين. هاي عندنا الجير بوكس. هذا على فكره ميكانيكال بريك. احنا كنا حكينا امبارح عن الاير بريك. شو الاير بريك؟ كيف انا بعمل بريك بالاير بالبيتش انجل؟ ففي عندي اير بريك، لكن انا هون كمان عندي ميكانيكال بريك. فاذا بدي اوقف السيستم تماما ويضل ثابت مكانه، بقدر استعمل الميكانيكال بريك اللي موجود هون. هي الشافت اللي رايح من هون على الجير بوكس، من الجير بوكس باجي على الجنريتر، الجنريتر من هون يولد. هون ما واضح انه في ترانسفورمر بالحاله هاي، هون ممكن يكون ترانسفورمر في مكان ثاني تحت. نفس هذا المحرك، هاي الالكتريكال تيرمينالز تبعته اسمهم سليب رينجز. هون بتيجي الالكتريكال تيرمينالز تبعت الاندكشن موتور. Pitch control ensures that rotor blades are at the optimal pitch angle to suit the actual wind conditions. حسب الويند كونديشنز راح يعطيني الزاويه المناسبه للبيتش انجل، راح يتحكم بالثلاث زوايا هذول تبعون البليدز. If the wind is light, the pitch system ensures high performance so as to provide secure and efficient energy output. إذا الريح سرعة الرياح خفيفة راح تضلها الزاوية تقريبا زيرو، صفر. The pitch system is an integral part of the safety chain of a wind. واضح كيف بحرك البيتش انجل؟ المحرك وغير السيرفو موتور بتحكم في هذا البنيان. البنيان هذا بتحكم في هذا الراك الدائري. Wind turbine. In case of grid loss or a severe fall, it moves the blades autonomously into the feather position. طب هي كلمة ثانية تكررت معنا، ايش تلقاها؟ feather position. عندي البيتش انجل ممكن تتغير من 0 degrees، هاي اللي هي maximum performance. هاي اللحظة بكون ما بدي اخذ اي تورك على التربان. Moog's pitch control is a hallmark for maximum safety and efficiency. هون
طبعا في عنده هو مراقبه سيستم براقب سرعه الرياح. ايش هذا التدريج اللي هون؟ سرعه الرياح متر في ثانيه راح تبين مع سرعه الرياح. كيف جابها؟ كيف عرف سرعه الرياح؟ في جهاز تقدر صح؟ سرعة الرياح. السنسرز اللي شفناهم قبل شوي، في كان تو سنسرز شفناهم فوق على النسل بيقيسوا سرعة الرياح واتجاهها. البليد بيتش كنترول هي الزاوية، فالبليد بوزيشن هي الزاوية تبعتها، السبيد، التارجت بوزيشن البوزيشن اللي احنا بدنا اياه يكون فيه، والكرنت اللي عماله بيسحبه المحرك اللي بغير هاي البليد. We provide world-class technology to meet the maximum. لاحظين السرعة، إيش السرعة هاي اللي توقعت الوضع؟ هاي كأنها قريبة من الريتد، من الريتد سبيد. إنه هو هون عاكس الهاي، بدل ما يكون تسع صفر مسميها 90، يعني في الوضعية الأصلية. خلينا نطلع نشوف لما بدأت من هون قديش بدأت. From safety and efficiency, we provide. هذا سرعة الرياح تزيد. ديش هذا ضل على ديش؟ هو مستعمل 90. إحنا عادة في السيميلينك راح نستعمل زيرو على هذا البوزيشن. يعني البوزيشن اللي بتكون فيه البليد مواجهة للرياح نسمي هذا زيرو. هو مسميه 90. ما بده بيتحرك يتغير من هاي القيمة غير لما هذا يوصل الريتد سبيد. خلينا نحاول نحذر قديش الريتد سبيد. طلع على الأرقام مضبوط، طلع على الرقم اللي هون، وإمتى هذا بده يتغير عن 90؟ World class technology to meet the maximum. هاي هون تقريبا مش هيك؟ قبل شوية صغيرة. 13 هاي عندنا 90، هاي تقريبا هون 10، 11، 12. 13 لسه كان 90. تكنولوجي تو ميت ذا ماكسيمم هي هون تقريبا حوالي 14. فبنستنتج من هون انه الريتد سبيد 14 متر بالثانية او اقل شوي، من 13 14 اللي هو قريب من اللي شفناه. لما وصل ال 13 متر بالثانية او 13.5، شو بتتوقعوا الباور اللي كان ينتجها، الالكتريكال باور اللي كان ينتجها هذا التيرباين؟ الماكسيمم مش الريتد، الريتد خلينا نقول هي الماكسيمم، بس هي الريتد اللي هو اذا بنرسمه على الكيرف. ايش كان اسم هذا الكيرف؟ هون كان عندي ويند سبيد، هون عندنا بي اوت الكتريك، بدينا نزيد الآن تقريبا عند 13 عند هاي النقطة مظبوط، وهذا تقريبا 13 متر بالثانية 13.5. البيتش أنجل قديش كانت طول الفترة هاي؟ صفر. صفر بلغتنا، 90 بلغتهم هم هون صفر. أوكي؟ لأنه هون أنا بدي آخذ الماكسيمم باور من هاي، شو كانت السبيد هاي؟ حوالي 4-3، بعرفش ما بينش احنا معنا هون قديش كانت قديش امتى هو بدا يتحرك بتاثير الباور. هلا بعد هاي النقطة رح تبدا هاي البيتش انجل تتغير، فهون رح تبدا البيتش انجل هون ثيتا بيتش بتصير أكبر من زيرو أو أصغر من 90 بالكونفنشن اللي موجود. Speed and peak torque requirements coming from pitch loads. لاحظين عند نقطة معينة وصلت البيت بوزيشن زيرو، كأنه خلص طفى السيستم تماما. The pitch system responds in real time to react on changing wind strengths. Wind turbines with large diameter rotors must resist strongly fluctuating wind speeds. مختلف السرعات اللي هون أو الزوايا مختلفة عن فوق، أنا مش هيك ببين زيرو، بعدين رح تتغير مرة ثانية. Often wind turbines are installed in remote places which are hard to reach. This makes their ongoing monitoring and maintenance difficult, especially in the offshore arena. Our remote terminal software offers a quick overview of the pitch system using a network connection and provides access to selected operating parameters, no matter where the turbine is located.
As a result, time-consuming and costly maintenance. ايش هذول؟ 3-phase voltage current. 3-phase, 3-phase output voltages. أحسن شو بتلاحظوا على الهاد؟ يبدو انه في disturbance فيه، مش pure sine wave، بس شايفين الثلاث الوان؟ ثلاث الوان 3-phase بينهم 120 درجة. هذول يا اما الكرنت، بعرفش هذا الكرنت او الفولتج. Maintenance visits on site are a thing of the past. Moog's global support program and our global reach. Okay, رح أوقفه هون.